كيرا كنعرفو كنعرفوك في ملي كيدوي كيدوي كيقول لك انا جاي اصلح جاي نغير ولكن كاين حاجه سميتها التحكم كتمنعو. اشنو هو التحكم اللي كقصد بن كيران؟ طبر راسو طبر راسو طبر راسو السيد تمن التحكم هو احنا ما عطينوش الثقه احنا ما تيقينش فيه بن كيران ولا من غيره كلشي تيبغي يخدم ولكن الشعب هو اللي خصو يخدم ماشي رئيس الحكومه الشعب هو اللي خصو يعاون باش كلشي يكون مزيان الا ما كانش هادشي راه ما كاين والو واخا تجيبو من امريكان ما غيعطيش الا ما عاونتيش نتايا هذوك الجنود الخفاء هما اللي كيمنعوا شكون هما الجنود الخفاء الاخرين هذوك الموظفين الاشباح هو اللي مطلعين راه هو اللي دايرين شفار الحكومة مثلا انت كمواطن مغيب من طبيعة الحال من كيران الخطاب ديالو في المعارضة ماشي هو الخطاب ديالو في ملي جا الحكومة ملي جا الحكومة ولا كيدير بزاف ديال الأسباب العفاريت التماسيح الإنسان ما كيكونش قادر على شي حاجة كيولي يعطي الأسباب ديالو وداك الشيء هذا هو اللي كان كاع ديال العدالة والتنمية الخطاب ديالو متغير 100% ما بين المعارضة وما بين الحكومة هذا الشيء اللي كان أما بالنسبة للتحكم هو كيقول لك جهات عليا هي اللي كتحكم إذا من ذوك الجهات العليا اللي كتحكم علاش ما بحال مثلا كنت عنده كرامة ما علاش ما يقدم الاستقاله ديالو ويمشي اللي هو انه الانسان كيتحكموا فيه كلشي كيتحكم فيه يعني تا هو خادع غتنتهي الولايه ديالو غادي يبدا ثاني يرجع ثاني لا الى كتاب غادي الولايه جديده الى ما كتبش غادي يرجع ثاني للحكومه ويبدا ثاني نفس الشعار كلشي كيتحكم وصافي انا تنعرف بالله بن كيران ها راجل مزيان ها الوقت اللي خلاته يولي هكا دابا التحكم هو الوقت هو الوقت هو دا يقول فمه ها بالله هو غابة يدق محطوط كاين جهات عليا هي اللي كتحكم فيه كاين لوبيات اخرى هي هذه حلال هذه حرام بطبيعة الحال انت كتعرف ان بن كيران ما يقدرش يدير شي حاجه بلا ما يتشاور مع الديوان الملكي وهذا الشيء سبق وقالوا في عده يعني في ملتقيات وفي البرلمان سبق وهضر على هذا الشيء فبطبيعة الحال لا بن كيران ولا غيره ما يمكنش ما عندهمش يعني كامل الصلاحيات او السلطه باش انهم يتحكموا في المصالح ديال البلاد او في المصالح ديال الشعب كيف ما تيقولوا لانه في الحقيقه مثال غادي نختم به تيقول ليس في القنافذ دي املسوا شنو التحكم اللي كيعني المكان انه جاي غير ولكن كيما تمنعوا التحكم هو ملي يشرح للشعب راه انا غنقدر نشرحها لك هذيك التحكم هذاك السيد بن كيران خصنا نسولو واش كتعني التحكم اللي حابسه هو رئيس الحكومه شكون يتحكم فيه اش فين جاتو التحكم هو اللي حاكم على كل شيء ما يمكنش واحد يحكم عليه يقول لي غير ولا ما تغير من نهار جا بن كيران عاد زاد الشوماج عاد زادوا شي حوايج ما كانوا زادوا والتحكم غير منه هو اللي ما بغيش يدير حتى واحد كلشي عاطيه الامكانيات كلشي عاطيه يخدم هو اللي ما بغيش يدير هو باغي يدير ويخبي ويشيط شويه فهمتيني ما بغيش يدير كلشي باش كلشي ياكل بغى ياكل شويه ويدي بزاف من نهار جا ما كاين والو دونك التحكم هو التحكم منه هو اللي محكم في داك الشيء التحكم ماشي التحكم كنشوف انا الحكومه السابقه اللي كانت قبل منه هي اللي كدير لي شويه ديال العراقيل باش انه يؤدي الومتي الوظيفيه كما هو اما بالنسبه للحكومه ديالو كنشوف بانها مزيانه لانه كاينه جهه مزيان كتوقف بان ضد المسيره ديالو بانه يساعد الفقراء يعني كان بان حزب الاستقلال ضد الحال هذا كنظن واقيلا باقيين كاينين بن كيران صعيب حيت خصو تحيد اللوبيات هذا بس ولكن هو اسمح ليه بن كيران من النهار اللي هو من النهار اللي طلع شد هو باغي يصوب باغي يقعد وما صوبوه التحكم هو زعما راه كاينه السلطه من فوقه ما يقدرش واخا كانوا عنده وعود كانوا عنده بزاف ديال الحوايج غيدير اصلاحات كثيره ولكن ما لقى السلطه من فوق منه ما يقدرش حتى شي واحد زعما ينفذ هذاك الشيء اللي غيطلبوه غيطلبوا المجتمع الحكومه ما غتكون حتى شي جهه على منه اللي غادت كاين غير من فوق منه الملك والمستشار ديالو يعني ما كاين حتى شي جهه غتمنع بن كيران انه يدير شي حاجه حيت هو رئيس الحكومه شكون هو التحكم؟ كاين شي حاجه تمنعو اللي غادي الاصلاح ويقاد شي حاجه ما غاديش منعو هو من نقول لك من طرف راسو ما بغاش اللي كيخص ابدا اخت تسول بن كيران بعدا انه هو اللي خصو يجاوب عليه بالنسبه لي انا بن كيران هو حتى هو من ادوات التحكم في المغرب هو المخزن اللي كيحكم وهذا المخزن كيستعمل بن كيران كيستعمل عباس الفاسي كيبغي يستعمل مراش واحد اخر وبالتالي بن كيران والحزب ديالو وهاد الاحزاب اللي كتشارك في هذه اللعبه السياسيه كامله في المغرب يعني اللي كتشارك في الانتخابات كلها راه هي ادوات ديال التحكم
تيقولوا بنكيران هو افتراء، ان كاينه جهه معينه كتمنعو باش انه يدير الاصلاح، هذا كله افتراء. ان بنكيران طلعوا اللي طلعوا هو هذه الجهه هذه، هذا المخزن اللي حاكم في البلاد هو اللي طلع بنكيران ولا يطلع غيره. وهذا الشيء كيديروا بنكيران غير زعما كلعبه سياسيه باش يبينكم كوال الشعب انه هو باغي يصلح، وحيت فشل في الاصلاح ديالو كيبرر الفشل ديالو بان راه كاين جهات خفيه تماسيح عفاريت ما عرفتش داكشي هما اللي كيمنعوه، في حين هو راه هو اصلا جا باش يطبق داكشي اللي كيطبق فيه دابا. راه كان خصو هذا الشيء اللي كيديروا دابا راه كان خصو اللي يديروا، وراه النهار غيسالي منه غيجيب واحد اخر في بلاصتو. شكرا لك.